نيك هولدر حق التصوير، فكرته جدا مميزه، مفيد وعملي حق المصورين وصناع المحتوى. ثبته على رقبتك، بعدها بتجيب جهازك وتثبته عن طريق الماكسي، بعدها تبتدي تصوير. راح تصور اللي انت تشوفه قدامك، وتقدر تستخدم يدينك الاثنين، راح تقدرون تغيرون الزاويه وتصورون من خلال هالنيك هولدر. وزنه خفيف فما راح يسبب لكم اي الام، واذا كان الكفر عندك ما يدعم الماكسي راح تقدر تستخدم هذه الحلقات اللي تي مع النيك هولدر داخل العلبه.